مرة ثانية تقطيع مرة أخرى تبقى دائما لصالح فريق المغرب فاسم داني حنول. اليسرى محاصر من أكثر من لاعب. يامور يمرر الكرة خطيرة، هدف هدف لصالح فريق المغرب الفاسي. وسمير مرقش أحمد أجدو يمرر، تقطع الكرة من الدفاع، تحول مرة أخرى لصالح فريق المغرب الفاسي. نصير مرر يراوغ، قطع الكرة مهدي النقمي الآن. مهدي النقمي يقع على عاتقه، يشوف من طريق الجار خطيرة كرة سفيان العنودي بعد تمريرة متقنة من مهدي النقمي يسجل هدف التعادل في حدود الدقيقة 35 من الجولة الأولى من المباراة. هدف جميل لسفيان العنودي، والتمرير الأجمل من مهدي النقمي بسرعة سلة واستقبال جيد سفيان العنودي ويسجل هدف. طالما سجل سفيان العنودي الأهداف رفقة فريق الرجاء، عيد نفس الأمر اليوم مع فريق الجيش الملكي. هدف التعادل في توقيت جيد، كان متسللا في الكره الاخيره، خطيره خطيره الكره خطيره.